سعيدة. أهلا وسهلا، تفضلي. ايوه هلو فندق. على قد ممكن اتفضل. هي كام اوضه؟ اوضتين وصاله، اوضه نوم واوضه مكتب. ويسكي؟ اه. بقول لك ايه، لازم الساعه 12 اكون في البيت. انت قاعده لوحدك؟ لا انا قاعده مع ماما. انا ستي، ما دام قاعده مع ماما يبقى الواحده اثنين ثلاثه. ماما ست طيبة. لا أصل ماما ما تعرفش عني حاجة. كنت فين يا سوسن؟ كنت في السينما، لكن اللي بعد الساعة 12 هقول لها كنت فين. اه صحيح، هتقولي لها كنت فين؟ قولي لها كنت في المسرح. صحتك. صحتك. كاس وعرفت ناس وفرحت وزعلت ولبست وعيطت. عيطت قوي. طب انا بعيط ليه؟ ملناش دعوة. دي ورقة. فيها ايه؟ لا حاجة، واحد صاحبي سابها لي. على اسمك. مفيش. أما بارد صحيح. بارد. مين بارد؟ حسن. حسن مين؟ الشغال اللي هنا حبيبتي. بارد ليه؟ قلت له ينظف الشقة قبل ما يمشي ووعدني بكده. أديكي شايفة الشقة ملخبطة ازاي. خلاص ما عادش في ضمير ولا اخلاق ابدا. نشرب هنا ولا جوه؟ عايزه مين كان معاك؟ ده ثلج ولا ميه؟ مين كان معاك؟ كان معايا جوز عمتي. جوز عمتك؟ كان معايا خطيبته. خطيبته؟ خطيبة جوز عمتك؟ حبيبتي قصدي عمتي، مراته يعني. وعمتك بقى نزلت من هنا حافيه ولا ايه؟ لا ابدا، دي كانت شاريه جزمه جديده تجنن من الاوكازيون. قلعت الجديدة ولبست القديمة. قصدي قلعت القديمة ولبست الجديدة. عايزة. نعم. انت شايف. عايزة اشرب. من عينيا روحي.
نشرب هنا ولا جوه؟ ولع لي. انت متجوز يا حسن؟ لا. ما اتجوزتش ليه؟ تتجوزيني؟ عايز تتجوزني؟ هو انا طول. طب هتعمل بيا ايه؟ ابقى جوزك؟ بعدين؟ تبقى مراتي. بعدين؟ نبقى جوزين ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. ايه رأيك تيجي نعملها؟ ايه مالك؟ ما احبش الطريقة في الموضوع ده. تزعلتي؟ لا، الساعة 12 ميعاد السينما. لسه بدري. ما قلتش لماما. كمان ساعة. كان لازم اقول لها. طب نص. ماما هتقلق. زمانها نامت. لا بتستناني. قولي لها الفيلم هندي 19 فصل، كل فصل احلى من الثاني. لا ماما تقلق. مش هتقلق. سيبك يا دوحة سيبك. مفيش امتع ولا ألذ من الحرية. الواحد كده يبقى حر. اكل، اشرب، اخرج، انام، اصحى، اتنطط كده من شجره لشجره زي العصفور. زي العصفور. على رايك يا عازف، اللي زيك ما ينفعش في الجواز. لكن اللي زيك انت بقى هتتجوز. انا؟ مش ممكن. هتشوفي. ليه اربط في رقبتي سلسله يشدني منها لبي جوزي؟ اقعدي، نامي، كلي، اشربي، وهو داير على حل شعره بره. دي بيضه يجري وراها، دي سمره يحبها، وانا اقعد احط ايدي على خدي مستنيه البي في البيت. لا يا عزت، الرجاله مالهمش امان. طب خلاص يا حبيبتي خلاص، هتتنرفزي روحك ليه؟ انا معاكي، تحيا الحريه. سوسن، ما تباتي معايا الليله. تاني مش قلت لك لازم اقول لماما؟ طب المره الجايه. حاضر. امتى؟ خلال الظروف. حسنا اتاخرت قوي. هي دي عمتك؟ لا مديحة، مديحة فهميني، فهميني يا دوحة فهميني، والله هي عمتي والله. عزة، ايه اللي جابك؟ ما قريتش الورق اللي على الباب؟ اللي جابني؟ أنا مش متفق معاك يا بني آدم إنك تشوف لك بياتها الليلة بره. أنت اللي ما كانش يجب تدخل ما دام لقيت ورق على الباب، إحنا مش متفقين إن الشقة ملك اللي جواها. نعم يا سيدي، نعم يا أبو علي، نعم. أنا ماشية بقى. طيب حبيبتي، هنتقابل هنا كل ليلة جمعة. مع السلامة. مع السلامة.
مش قادره اقول لك اتفضلي معايا. وانا مش قادره اسيبك. ما تيجي نروح اي حته، ناخد كاس، نسمع مزيكا، نرقص. معلش وقت تاني، انا اتاخرت قوي. انا حبيتك قوي. وانا كمان. تعرفي قد ما كنت متنرفزه وانا نازله، قد ايه انا فرحانه دلوقتي اني عرفتك. ميرسي. هنشوف بعض تاني؟ طبعا. طيب باي باي. باي باي. صباحي على خير. وانتي من اهلي. اسمعي، ما تنسيش اللي قلت لك عليه. قلت لي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامه. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما للساعة 2. كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعه في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انت لسه بنتي يا حبيبتي، وسمعتك تاب فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي. عامل ايه الليلة دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحة فين؟ ما تقعدي معانا شوية. معلش يا بابي، اصل تعبانة شوية وعايزة انام. طب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامة. يلا يا سيدي. جاي. كم كم؟ بنتك حلوة قوي. كارت. طلع على ابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ راحت عليك يا راجل. صلت فشر، انا هفضل حلو كده طول عمري. والسهرة حلوة، والترابيزة شعلة، والسمية ست. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله. طبعا حاجة. صباح الخير. ايه؟ مش خصماني؟ حقك عليا يا ستي. أنا غلطان. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عزت. عزت؟ آه. آه، عزت بتاع امبارح. أيوة بتاع امبارح. ما خلاص، امبارح فات. بابا سمير أشوفك بالليل. بابا راح قال. أنت اسمك إيه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. وانا كل ما اروح في حته الاقيك في وشي. انت عايز مني ايه؟ انه يجيلك مزاجك تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ اوعدك. الليله دي انا سهرانه عند واحده صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش اصحابك دول. يبقى مره تانيه. اوكي، باي باي. هنسهر سوا الليلة دي؟ فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوة بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. حيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو، تعرفي ما جيتيش؟ هزعل منك. أما أشوف. أوكي، باي باي. مع السلامة.
يا بنتي يا كده كنت يا ده انا عسوس. بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه. مرة جاية ان شاء الله. عن اذنك. اتفضل. مالك يا عسوس؟ البت دي هتجنني. حسن انا معايا فلوس. انا عارف. خليهم معاك. لما احتاج هقول لك. متزعلنيش. انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس؟ مبروك يا حسن. مبروك يا ابو علي. مبروك على ايه؟ ده خيبه تقيله. وهي طنطوس وحشه؟ طب دي جنة. انت رحتها؟ ثلاث اشهر. لما روحي بقيت هنا. من حيث؟ من حيث كله. قد كده وحشه؟ ابدا، دي بلد جميلة جدا. سرايات وبيوت، لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات. ومن الساعة 10 اوف. ده حصل ايه المنيل ده؟ أفندم. سوسن، صباح الخير. صباح الخير يا حسن. هقولك على خبر. زي الزفت. أنا اتنقلت طرطوس. أيوة طرطوس قبلي. إيه رأيك أنا هستلم العمل بعد أسبوع؟ إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا؟ البلد اللي اتنقلت فيها بعيد؟ خمس ساعات في القطر. ياه، ممكن تطلب نقلك لبلد اقرب. ده اللي في نيتي، بس بعد شوية. تعرف انك هتوحشني قوي. وانت كمان. دي مجاملة؟ من قلبي. سوسن. نعم.
خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكرة، خوفي من أول الشهر يجي وما أقدرش أدفع أجرة البيت. ماما تاعية ما أقدرش أجيب لها الدواء، هنطرد من شغلي وترمي على الرصيف. طبعا أنت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كانت قدم لي عرسان ورفضت. أصل في أزمة جواز اليومين دول. إيه ده؟ عشان ما تنسينيش. يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتوا لي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم فوسة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان إنما عشريين قوي. يا سلام. أمال هتعجبك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. هي شقة الخواجة كرياكو فين؟ دي قدام سيادتك على طول هنا. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كالوستو كرياكو؟ يوسف دينامو؟ تو خسن بيه. خسن بيه. اهلا وسهلا خسن بيه، نورت البلد خسن بيه. تفضل تفضل خسن بيه تفضل. الحقيقه انا جاي اشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل خسن بيه، احنا كلنا اخوات. انت واخدك؟ ايوه. والفاميليا؟ ما فيش فاميليا. تاكو ميري ذا فاميليا. مس مخيم خسن بيه، مس مخيم احنا في خدمتك. انا فرست صعب تاعي انت بالذوق بتاعنا، ويمكن الذوق بتاعنا مش هيجي بالذوق بتاعي. لا ابدا ابدا، يعجبني قوي قوي. حلو؟ خلو. خلوي؟ خلوي. انا ممنون. مفيش ممنون خسن بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحياه. ميرسي خسن بيه. طب استاذن انا. لازم يمسكتوا وقت كافيه. هاتي نامو. كانوا من الكافيه. كلا باباكي. اخي نوسخ لي خسن بيه. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويس يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك. Thank you.
صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا اخويا اتلم. اسمع. افندم. قول لعوضني جاهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعه. حاضر يا فندم. تعال انت بتخش وريني بتخش ولا 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 انت انت شايف لا لا وريني ايوه خدت اخر علاوه امتى انا مش بتكلم على علاوه انا بتكلم على الدرجه فين هو الضمير يا حضره الناظر ابو الزيد ده في الجمعيه ب8 ساغ نشتري ب9 و10 من الجمعيه لا من البقال الجمعيه ما فيهاش زبده تلاجه البقال بقدره قادر مليانه زبده بقى ده اسمه كلام إذا كنت عايز استمراتك تمشي، ناوي البشكة تبقى قرشين. رشوة يعني؟ ما تبقاش حنبالي، هدية يا أخي. ده صحيح، لأن القانون ده صحيح. إنما تبقاش صبر. أيوة صبر. والله أنا مستني شوية. أهلاً وسهلاً ساعة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص. امال عندكم ايه؟ قهوه، شاي، جنزبيل، قرفه، انسون. اديني قرفه. حاضر. السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يلا بينا احنا كمان. يلا. يلا يا سيدي. اتفضل. والله اتفضل. لا السلام عليكم. السلام عليكم. شلبي؟ ايوه. اتفضل يا حضرتك. شلبي افندم. نعم. زي ما قلت لك الناس دي قايمه ليه؟ الساعة 10 ميعاد التشطيب. تشطيب؟ ايوه. حسابك كام؟ قرشين. متشكر. سيجارة؟ واجب علينا يا بيه يدوم. اسمك ايه؟ محسوبك فراج يا بيه. عاش الاسامي. قول لي يا فراج. هي البلد دي مفيش فيها اماكن للسهر. خمامير يعني؟ لا قصدي صالة مزيكا، رقص، سهر. لمين السهر والرقص يا بيه؟ اهالي البلد ملقومش. الموظفين ما معهومش. السهر والرقص والحظ في البيوت. العائلات مع بعضيه. والعازب؟ العازب ملوش في البلد دي. ايه هنسهر سوا الليله اهي؟ ما احنا سهرانين اهو. لا نسهر في حته تانيه غير هنا المره الجايه. وبعدين يا سوسن انت بتتهربي مني ليه؟ اذا كان على الفلوس انا مستعد لكل طلباتك. هبنيلك فيلا وافرشالك. بس عزوز. عزوز بيه تسمح؟ ايه؟ دور عليك. دور ايه؟ الحاج على بس محاك مظريف خلني اسالك شويه اسئله كده بالضبط ومنتهى الصراحه وصدق وامانه. تعال على سوق يا جماعه. عزوز بيه اتفضل. اتفضل اقعد هنا. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم والله عظيم جدا. ابوك بيشتغل ايه؟ بعدين بقى قول. ايه داعي للاحراج ده؟ قول بس قول انت قول. صرامات. وامك. الله احنا هنخش في العائلات ولا ايه؟ جماعة ثروتك مين؟ اهلاوي. يعني ايه؟ شعبطه. يعني ايه؟ ما تفهموها بقى. شيلني واشيلك. دوحة. حبيتي كم واحد؟ ولا واحد. يا كدابة أنا عارفة. زمان حبيت واحد. طب وما اتجوزتوش ليه؟ أصله ضحك عليا. إزاي؟ اتجوز واحدة صاحبتي. ودلوقتي بتحبي مين؟ بحب واحد. موجود هنا؟ ده أنا. إيه أكتر حاجة بتحبيها في الدنيا؟ الفلوس. ليه؟ عشان دقت الفقر. سوسن! أنت راضية عن نفسك؟ راضية ومش راضية. مش راضية عن ايه؟ عن اللي انا فيه. وراضية بايه؟ باللي انا فيه. دخلك كام في الشهر؟ وليه ما اتجوزتيش؟ مفيش حد ضحك عليكي؟ ايه املك في الحياة؟ ماليش امل. انا ضايعة. كلنا في الهوا ضايعين. يلا نضيع. يلا. Such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please.
افندم. حسن، الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. ازيك يا سوسن؟ وحشاني قوي. عندي اجازه يوم واحد، اول ما تخلصي تعالي بسرعه. تيجي تاني؟ لو قدرتي مش هتأخر. طب حاول ما تتأخرش. سوسن. ما تيجي انت معايا. واسيب مصر؟ ليكي مين في مصر؟ أمي وشغلي. أنا كفيل بيه. طب هتقول عليا إيه هناك؟ صحيح. أقول هناك. أقول إنك أختي. آه أختي. أصلا هو مش المفروض إن كل واحد له أخت. أنت أختي. فكرة. سوسن. خدي شهر إجازة. شهر حسن نقضيه سوا. حسن، أنت بتتكلم جد؟ سوسن أنا محتاج لك. أنا ما تعودش أرفض لك طلب، بس هقول لماما. قولي لها إنك اتنقلت اسكندرية، مسافرة اسكندرية، صاحب المحل اللي بعتك توضى بالمحل اللي في اسكندرية، قولي أي حاجة. ها؟ قلت إيه؟ هفكر. ما تفكريش. اتفقنا. حسن. سوسن. حسن. الحمد لله على السلامة سوسن. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي يا حسن. سوسن. مين دي؟ أخته. بتضحكي على إيه؟ على كدرك المستنية. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. الحمد لله بالسلامة مدمازيل سوسن. الله يسلمك. خواجة كرياكو ومدام أم كوستا. أثناء. تشرفنا. كلا أستاذ مدمازيل سوسن، البيت منور. تفضل مدمازيل، تفضل حسن جوه. معلش وقت تاني. لا
لا مش ممكن، اتفضل دلوقتي. معلش يا مدام، اصلي جايه تعبانه من السفر ولازم اوضب هدومي. طب اسمع خسن بيه، كرياكو مدام كرياكو شرفت بخضريتك، والخانم اخت خضريتك ليلادي معزومين عندنا. بلاش ليلادي، خليها ليله تانية. لا مش ممكن، بعدين انا جيت زعلان. ليجي كرياكو ليجي. خسن بيه، بعدين انت جيت زعلان. لا واحنا هدي زعل المدام. حاضر. بس دكتوره دينا سيبه يرتاح. عن اذنكم. استوكالو. مع السلامه. حسيتي الناس وصلت. صحتك يا اختي. صحتك يا اخوي. انت هتقعد هنا كتير سوسن؟ شخ ده لا سوايا، دي سوايا لازم استنى هنا التملك. ايه ده يا اخوي؟ اقعد على طول بقى. طبعا. عكس يا تنام. برافو فاكر. برافو فاكر يا اخو. يلا يا تنام برافو. على فكرة انت بترقص حلو. ميرسي. تعرف ترقص بلدي؟ ابن كوستا كان بيرقص كويس كتير. برافو برافو. دينينا يا تينا دينينا. اخ بوي ستورا كوستا. تي كان سبيرينا سنعي مزينا. امال هو فين دلوقتي؟ سافر استراليا. بيشتغل ميكانيكي. كان عاوز احنا نروح معاه، لكن احنا مبسوطين خينا. بكرة يرجع بالسلامة. سلام. ايه بيضك على كريان؟ بيضك على عندكم اسطوانة بلدي؟ ليه هسي؟ طب يا ايه؟ هتنامو؟ مش هحبس عليها. برافو! برافو! ما حبس صلصة برافو! قرب سيك! يلا اوبا! اوبا! هسي برافو! ونيكلا! عوادين من فضلك هات لي اربع ترجفة بس بسرعه وحياتك. صباح الخير. صباح النور. شرفتي طرطور. متشكره يا بنتك. باشمهندس نور. الله يخليك. وحضرتك بقى الست بتاعته؟ لا انا اخته سوسن عبد الحميد. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. اتفضل عيش. سوسن. الله انت لبست يا حبيبي. البلكونه مفتوح. كنت بتتكلم مع مين؟ مع الجيران. جيران؟ ايه غلطت؟ لا ما غلطتيش.
بس مسألة الجيران دي بلاش منها. وشي جف والشهر. صباح الخير وتنك داخلة. اللي تزوق. وقف شوية. طبعا هيكلموني. ما ترديش؟ ليه وأنا خارصة؟ رد رد مختصر. يمكن عايزين يتعرفوا عليا. إلا دي. خلينا في حالنا. سوسن يا حبيبتي أنا ما بقيتش حريتك. بس أنت عارفة إن أنا ما بحبش الاختلاط. كفاية علينا الخواجة كرياكو والست أم كوستا. وأنا وأنت. الله لسه ما فطرتش. ما فيش وقت اتأخرت. باي باي. إيه؟ البلكونة مفتوح. أخ. باي باي. مع السلامة. باي باي يا حسن. واقفة عندك كده ليه؟ بتعملي ايه يا عيشة؟ بصبح على أختي الباشمهندس. أخته؟ وصلت إمتى؟ إمبارح. يا أم أحمد يا حاجة خش أنت. أيوة يا عمدة. حاضر. أختي الباشمهندس وصلت إمبارح. واجب تروحي تزوريها وتتوددي لها. كمان يوم ولا اتنين يا حاج. خير البر عاجله. أخوها باشمهندس، لا خطب ولا شبك. درداح أمال يا أم أحمد. الزمان ده عايز كده يا ولية. صباح الخير. صباح النور. عايشة هانم بترقم دي بتسلم على حضرتك وبتقول لك النبي يقبل الهدية. بس انا ما اعرفهاش. دول جيرانك ساكنين في الصناعي اللي قدامك وهم اصحاب الملك بتاع البيت ده. متشكرة اوي. فوتك بعافية. مع السلامة. متشكرة قوي على ايه التعب ده؟ حاجة مش قد المقام تاكلوها بالهنا والشفا. ابقي اتفضلي عندنا. ان شاء الله. بس لما تيجي انت الاول احنا نتشرف. الحمد لله على سلامة الست اختك. بنتي عيشة شافتها وحبوا بعض من بعيد لبعيد ونعم الجيرة. شكرا يا حضرة العمدة. لازم تشرفوني. ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. انا هعمل لك عزومة لوحدك. انا بقى يا ستي قوي منتظراكي. ان شاء الله. ان شاء الله الجمعة الجاية. اهلا وسهلا. مع السلامة يا رب. مع السلامة. اشوفك بعدين يا سلسلة. ان شاء الله. مع السلامة. باي باي. اه. ايه ده يا سلسلة؟ تقصى عليك يا حسن. كده تخدني. ده اتفقنا. طب انا هعمل ايه؟ ناس وجم لغاية عندي. اقفل باب وشهم. مرة وعدي. اسمعي سوسن اعملي معروف انا مش عايز لد وعجن وكتر كلام. كتر كلام؟ ليه؟ وانا واحده جايبها تسليك. تنسي يا استاذ انا اختك وان الجيران لازم تزورني وازورهم. لو انا قطعتهم هيحصل عندهم شك واحنا مش عايزين الشك ده. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هات بوسه. ايوه. ايه؟ ده انا اختك. الله. ايه في ريحه ايه؟ فاسد العبده. الله. استنى هنا شوية. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً الحمد لله على سلامة الهانم أختك. الله يسلمك. ناظر المحطة قال لي إنها شرفت إمبارح. أيوه. ثانياً أنا جاي أعزمك على فرح بنتي يوم الخميس الجاي. مبروك.
ربنا يتمم بخير. وطبعا الست اختك مش عايزه عزومه، لازم تشرفي معاك. اه طبعا طبعا، ده شرف لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا انا احمد، احمد ابني الباشا مهندس حسن زي القمر. صحيح؟ العينين كلها ما اتشالتش من عليكي. خصوصا الواد الاسمر. مين الواد الاسمر؟ ابن العمدة. اه اللي كان قاعد بيبص لي على طول. ايه ده معجب؟ ما يعجبش ليه؟ هو انا وحشة؟ ما انت الاخرى كنت بتبصي له. نعم بقى؟ تسمح تقول لي ايه اللي يجيبني من مصر ويخليني اقعد معاك هنا؟ انت زعلتي؟ اه عايزة انام. والله ده انا بهزر. لا. حقك عليا. لا. ايوه حاضر. ستي. ايوه. طرطوس على التليفون. الو الو. ايوه يا سوسن، انا سميره. الصوت بعيد كده ليه؟ وحشتيني قوي. اهلا يا كتكوت، وحشتني يا ابن الايه. الو، هتيجي امتى روح قلبي؟ مش باين؟ ليه؟ انت اتجوزتي ولا ايه؟ لا. ولما هو لا قاعده عندك بتعملي ايه؟ قولي لي يا روح قلبي، تيجي تشمي معانا نسيم؟ ما اقدرش اجي، ما اقدرش اجي، ما اقدرش اسيب حسن لوحده. ما تتصوريش انا قد ايه سعيده هنا ومبسوطه. ايه؟ ما اقدرش اجي. اسمعي، ازاي مديحه؟ كويسه؟ ايه؟ ما بتشوفيهاش؟ ليه؟ بتحب مين؟ الو الو سميرة، كانت عايزه ايه سميرة؟ كانت تطمن عليا والسكه اتقطعت. احسن. استني انت، انا اللي خربت. الو؟ ايوه الو يا سوسن، انا عزوز. اصل ما لحقتش اكلمك علشان الخط اتقطع. الو الو بتسمعني؟ بقول ايه؟
يا حبيبتي، انا هبني لك بيل ده وافرشها لك وادي لك 200 جنيه في الشهر. انت ما بترديش ليه يا حلوه؟ انت مش سامعاني؟ انا مش عايزه اسمعك ومش عايزه اعرفك. حسن هو قال لك حاجه ضايقتك؟ ما يهمنيش اللي قاله، ده شيء بينك وبينه، لكن كونك تغفليني وتعملي تليفوني انطره ده اللي ما اسمحش بيه. وانا ما اقول اعمل حاجه كده؟ انا مش مغفل. تعالي حبيبتي ما دام لسه ما اتجوزتيش، هبني لك فيلا وافرشها لك، همتعك وابسطك. اتفضلي روحي له، انا مش ماسكك كده يا حسن. افرضي هعمل التليفون زي محاليس الحب والغرام اللي بينك وبين عزوز قبل الشمس ما تطلع البلد كلها هتتكلم. إذا كان وجودي هيضايقك، همشي أحسن. اللي يعجبك. تصبح على خير. كل شيء من سيمو انت طيب. بالبصل. هو بقى السنة الجاية. وانت معايا حلو. لا! لا والنبي يا حلو ما بحبش ريحته. وحياتي عزو. وحياتي عزو ما بحبش ريحته. انت لسه زعلان مني؟ حد يزعل منه؟ ابيض بتدوب. العب يا بيه، انا رميت دوه اهو. العب. ما معيش. ما معكش، اسحب. العب يا باشمهندس، العب. Yeah.
اهلا اهلا. العافية يا بنتي. اهلا يا حضرة العمدة. اهلا. الباشمهندس موجود. اهلا يا عمدة. اهلا وسهلا. السلام عليكم. دي خطوة عزيزة وعليكم السلام. اهلا باشمهندس. اهلا يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. اهلا اهلا. اهلا يا حاج. الله يحفظك. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ الله يبارك. منورنا يا حاج. انت موجودك. الله يخليك حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا دي خطوة عزيزة. انا كنت حاجي لك من يومين لولا حكايه كده شغلتني شويه. خير ان شاء الله. لا خير يا ابني خير. اوعى اكون عطلتك. لا ابدا بالعكس، ده انتوا شرفتونا. الله يشرفني اطارك. تعرفي يا سوسن احمد حبك قوي وبابا جاي يخطبك من اخوك. قلت ايه بقى يا باشمهندس؟ يا عمدة حضرتك فاجئتني. المهر 500 جنيه والشبكة. أيوة. من عندي انا. ده غير شبكتي انا. سوسن دي بنتنا. أيوة. ولازم تكون جوه عينينا الاثنين. متشكر يا عمدة، بس يعني فيها. اسأل زي ما انت عايز. يعني انا سمعتي معروفة وابني ريحته مسك. ده شيء معروف يا عمدة، لكن على بركة الله. اهلا عروستنا. اهلا اهلا، مبروك يا عروسة. مبروك يا عروسة ابني. مبروك يا عروسة اخويا. عقبالك يا ضنايا. ويكون عريس الهنا باذن الله. ورطة ايه المهببة دي؟ انت ما ادانيش فرصة افتح بقي. المهر 500 جنيه واسأل زي ما انت عايز ومبروك. لا الحكاية مش بالسهولة دي، انا لازم اكلمه بكرة. اقول له يا عمدة اديني كام يوم افكر. وبعدها يبقى يحلها الف حلال. ما تتكلمي. ساكتة ليه؟ طب عايزني اقول ايه؟ قولي اي حاجة. انت مش شاركتي في المصيبة دي؟ مصيبة؟ ناس جم يخطبوني، طب وانا مالي؟ ايوه بس انت مش اختي. ما انا عارفة. طب ازاي اوافق؟ يكونش احمد ده عجبك وعايزه تتجوزيه؟ انا صحيح عايزه اتجوز، بس مش عايزه اتجوز من العمده. نبقى متفقين على ايه؟ انا هكلمه بكره هقول له ان انت مش موافقه او انك انت موعوده لابن خالتك. اي حاجه اي حاجه. هنكمل عيشتنا زي ما احنا؟ طبعا، مش بنحب بعض؟ اخرتها. اخرتها؟ اخرتها اخرتها ايه؟ مش عارفه. لفترة معينة راح مني الشعور بالضياع اللي كنت بحس بيه في مصر، ودلوقتي رجع لي تاني. أنا نازل أتمشى. مش عايزة حاجة؟ انه مدرس كفء يا حضر ناصر، بس ما عندوش ضمير. وفين هو؟ السلام عليكم يا حضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا باشمهندس. مبروك يا حسن. الله يبارك فيك. مبروك يا حسن بيه. شكرا لك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا سيدي عقبال عندك. شكرا لك. اهلا بيك. الف مبروك يا باشمهندس، ربنا يتم بخير. عقبال البكاري. عاوزين بقى نشرب الشربات. اتليه وهات القهوه. نعم. يا
سوسن. انا ماشي. عاوز حاجه؟ مع السلامه. يا باشمهندس عقبال الليلة الكبيرة نشرب شربات وناخد ملبس ونتعشى. يا جدع انت تليه. هلا. صباح الخير يا ابو علي. مبروك. العمدة قال لي احمد شاب ممتاز. ربنا يتمم بالخير. شكر. شكر جدا. مع السلامة. سوسن. حسن، ما كنتش أتمنى تكون دي النهاية. كان أملي فيك كبير، وكنت راضية بحياتي معاك لأني حبيتك، لكن وجودي معاك أصبح مشكلة محدش يقدر يحلها غيرك، وأنت صاحب الكلمة. أنا مش هقولك الوداع، أنا مستنية كلمتك. مرت الأيام، المدير حب يرقيني، رفض صاحب الشركة، حصل خناقة بينهم عشاني، كانت مشكلة. ما كنتي قاعدة في شغلتك وكنا مرتاحين، خربتي على نفسك، لا فايدة هنا ولا هناك. مين عارف، مش يمكن اللي حصل ده في مصلحتي؟ على ما أنا حرجة المحل اللي كنت بشتغل فيه، مع إن المهية يا دوبك، بس أنا قررت أتعلم أنا كذا عشان أشتغل سكرتيرة. أنا بدعي لك يا بنتي، وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحاج علي ابو سليمان. اهلا وسهلا. الحاج مسوق ابو سليمان. الشيخ معروف ابو سليمان. اهلا باشمهندس. درويش والصابر كلنا اولاد سليمان. انا جمعتهم النهارده عشان يشوفوك ويتعرفوا عليك، وانت تتعرف على عيلتني. ليه الشرف. الشرف. الشربات يا بيت. اهلا وسهلا. اتفضل. هنيا يا باشمهندس. هنيا يا باشمهندس. الله يهنيك. احمد ابني عايز يكتب الخميس الجاي، ايه راي سيادتك؟ على خيرة الله. مبروك يا عمر. 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 ايوه بس اختي، اختي مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة. مخطوبة ازاي بقى؟ اختك قايلة لبنتي انها لسه ما اتخطبتش. ايوه ما هو بس أنا اديت كلمة لواحد زميلي طلبها مني. لكن أنت وافقت على الخطوبة. أنا ما وافقتش. ما وافقتش إزاي؟ أنا شوية في البلد. ده احنا ولاد سليمان. أنا ما قصدتش والله. أنت شفت عيب على أحمد ابني؟ أبداً أبداً. العيلة مش قد المقام. أستغفر الله. أمال غيرت رأيك ليه؟ الناس تقول إيه؟ العمدة اللي فسخ ولا أخوها اللي فسخ؟ إحنا ما فسخناش. يبقى أنت اللي فسخ. بركة اللي فسخت. دي كانت هتبقى واقعة مطينة. ده بيقولوا ما خلتش ولا راجل في البندر إلا مع كتفه. اتنين.
لا قوليلي هي الخطوبه اتفسخت ليه؟ طلعت عوجة يا اختي. شفت عليها حاجة؟ اسكتي اسكتي. تلاتة. يعني ما اديتنيش العادة النهاردة يا سعادة البيئة. معلش يا فراج ما تاخذنيش. صدق بالله انا قلبي يريدك لله في لله. انت راجل طيب. انت اللي سكره. ما تاخذنيش يا بيه. انا سمعت كلام بيمغص بطني مش هاين عليا اقوله. كلام ايه؟ ناس بتقول استغفر الله العظيم يا رب ان الست اختك. ما تاخذنيش يا بيه. بتلعب من ورا ظهرك. سيرتها في البلد. ما تاخذنيش يا بيه. هي اللي فسخت خطوبتها. يا ابني انت ازاي عاوزني انقلك وانت ما بقالكش معانا هنا شهرين؟ يا فندم العيشه هنا بقت مستحيله بالنسبه لي. الاشاعات في كل حته بتطاردني. البلد كلها بتستهزئ بيا. ارجوك يا تنقلني يا تقبل استقالتي. نشوف. افندم سميره؟ ازيك يا سميرة؟ لا انا زعلانة منك. بقى يا خينا بقالك شهر وزيادة في مصر وما تحاوليش كلامي في التليفون. اعذريني يا سميرة كنت مشغولة خالص. مدة غياب اللي فاتت دي عملت لخبطة كبيرة قوي في المحل. طب اسمعي انا عايزة اشوفك ضروري. ايه رأيك لو ناخد فنجان شاي سوا؟ لا لا الحكاية دي ما تقالش في التليفون. لازم اشوفك ضروري. بعد نص ساعة في النادي؟ طب يا روح قلبي. باي. يا سوسن يا حبيبتي بقالك شهر وزيادة مستنية سي حسن ولسه حسن مش سائل ولا راح يسأل. بحب مايلة. عزوز مستني إشارة منك. إيه رأيك؟ تسهري معانا الليلة؟ أنا مش هسهر تاني. لا يا شيخ عيني في عينك كده. يا سميرة أنا بكلمك بجد. على ما فكري وأنا تحت أمر. أنا فكرت كويس أوي. يا عبيطة مفيش راجل يستاهل اللي أنت بتعمليه في روحك. حاولت كتير انسى الايام اللي قضيناها سوا ما قدرتش. صورتك ما بتفرقش عليا. سوسن انا محتاج لك النهارده اكتر من اي يوم. سوسن اهلا يا سوسن. اهلا يا حبيبتي وحشاني. وانت كمان اخصى عليك شهر وزياده. شهر الا يوم. يا حبيبتي احكي لي اخبارك ايه؟ اهو تشربي ايه الاول؟ مفيش لزوم. عشان خاطري خدي حاجه. طيب اي حاجه. يا حبيبتي ثانيه واحده. اتفضلي. احكي لي يا سوسن اخبارك ايه؟ اتجوزتوا؟ لا سبتوا بعض؟ حاجه زي كده. هترجعي له تاني؟ مش عارفه يا مديحه. لسه بتحبيه؟ مادام مش ناوي يتجوزك سيبيه. وانت صحيح الاخبار اللي سمعتها عنك؟ ومخطوبين. مبروك يا مديحه. اقبالك يا سوسن. اتفضلي يا حبيبتي. احكي لي ازاي ده حصل؟ ده انت ما كنتيش بتطيقي تخرجي مع الواحد اكتر من مره مرتين. وحياتك يا سوسن ما انا عارفه. كنت بشوفه من وقت للتاني في النادي في سهرات. وكنت دايما بحس في عينيه زي اللي بيلومني على طريقه حياتي. وفي مره عزمني قلت اخرج معاه اشوفه عايز مني ايه. فين الويسكي؟
عنك مزيكا. كنت عايزني اجي معاك ولا احنا لوحدنا؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. ما زهقتيش؟ تاني هنرجع للكلام ده؟ قلت لك قبل كده 100 مره مالكش دعوه بحياتي. لو ما كانتش حياتك تهمني ما كنت سالت. انا عارف عنك كل حاجه. زمان حبيتي واحد وخلي بيكي، وده اللي خلاك تفقد الثقه في اي حد، مش كده؟ بس ده مش سبب يخليكي تضيع حياتك كل ليله سهر واخرتها. تحب الرقص البلدي؟ انا بعرف ارقص بلدي جنان بجد؟ والله. زعلت مني؟ لا ابدا، انا زعلان من اللي بتعمليه. اهو بتسلى. في 500 طريقه ممكن تتسلي بيها غير اللي بتعمليه ده. مثلا تقعدي في البيت. ايوه، احط وشي في الحيط واقعد اكلم نفسي. انا بدور على الحنان يا خيري. وبالطريقه دي هتلاقي الحنان اللي انت عايزاه. انت عايزني علشان تديني درس في الاخلاق؟ لا ابدا، كنت عايز اتاكد من حاجه واتاكدت منها. اقدر اعرف ايه هي؟ بتحبي تظهري بمظهر غير حقيقتك. ماما ماتت من زمان وبابا ليل نهار مع شلته واصحابه. عمري ما لقيت حد يعطف عليا ولا حد يحس بيا واحكي له اللي في قلبي. وقابلته بعد كده مرة واتنين وبعدت عن كل أصحابي، ومن كام يوم فتحني في موضوع الجواز. خيري، مش عارفة أقولك إيه، بالرغم من كل اللي عرفته عني برضه مصممة على الجواز. مديحة، أنت كنت ضايعة. كل إنسان بيمر بظروف دي وبيغلط، المهم إنه يعرف غلطته ويصلحها. حياتك قبل كده ما تهمنيش. كل اللي انا عايزه منك مستقبل من غير غلط. كلامه اداني ثقة في نفسي. صدقيني يا سوسن، عمري ما هخليه يندم على اللي عمله. انت تستاهلي كل خير يا مديحة يا حبيبتي. لكن ما قلتليش ايه كنت عايزاني في ايه؟ الحقيقة انا كنت جاية عشان اصل ايه يا سوسن؟ مكسوفة مني؟ عايزة فلوس؟ عن إذنك ثانية واحدة. مديحة، أنا هرجع عمرك قريب، أخصى عليك يا وحشة، ما تقوليش كده. بحبها يا عزة، ما أقدرش أستغنى عنها. طب ما تتجوزها؟ عاوز بس مش قادر. عشان مضيع؟ وانت مالك ومال مضيع؟ كل انسان بيغلط.
زي ما انت بتحاسبها على ماضيها هي كمان ليها الحق تحاسبك على ماضيك. يا عزت تصور اكون ماشي ولا اتنين بيشاوروا عليها او بتوشوشك. المهم انت وهي فكرك بعد الجواز هتخونك؟ لا خلاص حياتها قبل كده مالكش دعوه بيها. ايوه بس مجتمعنا مجتمعنا عايش على افكار سخيفه وعارف كده وعاوز يتخلص من الافكار دي وخايف. خايف زيك تمام. حسن ما تترددش اتجوزها. كلها من غير ما تسأل فيا. تعرف اني كنت حاطه على الامل. اعذريني يا حبيبتي. انت سافرت من هنا والدنيا اتربقت على دماغي من هنا. ليه؟ طمنيني انت قابله، عملتي ايه؟ شفتي سمير؟ كلمتني مره في التليفون وعزمتني عندها. بس انا ما رحتلهاش. انا قررت اني ما اشوفهاش تاني ومش هشوفها. مش تبارك لي يا حسن، مش تعلمت الاله كاتبه وحاطه سكرتيره قد الدنيا؟ هتسيبي محل الورد؟ طبعا، مش كده احسن. أحسن أوي. ومديحة أخبارها إيه؟ اتجوزت. اتجوزت؟ أيوه. مين؟ واحد ما تعرفوش أنت، حباه وحبته. وبكل بساطة راحوا متجوزين. مالك يا حسن؟ مفيش. وإيه تاني؟ حاجات كتير، مش عارفة ابتدي بإيه ولا بإيه. المهم انت وحشتني قوي. انت جاي في اجازه؟ لا اتنقلت كفر الدوار. اترقيت يا حسن؟ برضه لا، انا اللي طلبت نقلي. بعد ما سافرت حياتي بقت جحيم. اقعد في البيت كل حته فيه كانت بتفكرني بيكي. اخرج الهمس والغمز عشان حكايه الخطوبه وفسخ الخطوبه. قلت مفيش غير اني اسيب البلد. انا اسفه يا حسن، تسببت لك في متاعب من غير قصد. خلصنا منها. وهتسافر امتى؟ بكره. بكره؟ ايوه. تيجي معايا؟ وده سؤال يا حسن. تحب اخد لك شقه في اسكندريه ولا في الرمل؟ وليه ما يكونش كفر الدوار؟ اسكندريه احسن، بعيد عن الناس وكلام الناس والجيران وقرفهم. وهنرجع نعيش زي ما كنا في طرطوس؟ ما احنا كنا مبسوطين لولا. مش يمكن في اسكندرية برضو تخلق لنا مشاكل؟ مشاكل زي ايه؟ انا عارفة الامر ما يخلاش. ما تخافيش، تحبي تاخدي مامتك معاكي؟ هفرش لكم شقة شيك وهساعدك في المصاريف. انا مستعد لكل طلباتك، اذا كان على الفلوس انا هبنيلك فيلا وافرشها لك. مالك يا سوسة؟ ما بترديش ليه؟ حسن، انت بتحبني؟ وده سؤال برضه يا سوسن. أمال اللي عايز نعيش زي الأول؟ قصدك من غير جواز؟ أنا فكرت كتير في الموضوع ده. وبقول ندي لنفسنا فرصة كمان ونسيبها للظروف. سوسن، أنا بحبك ومش قادر أعيش من غيرك. مش قادر تنسى سوسن اللي قابلتك أول مرة وخدت 5 جنيه. أيوه، قولها بصراحة. مع الوقت هنسى. ساعديني إني أنسى. هتيجي معايا؟ ما اقدرش ارفض لك طلب. كنت خايف تقولي لا، كنت خايف ما تفهمنيش. انا فاهمك يا حسن واعذراك. مهما كان انا اختك والاخت تتحب، بس اخوها ما اتجوزهاش. سوسن، هستناكي بكره على المحطه الساعه 12. اتفقنا؟ Thank you.
كنت فاكرة ان حبنا هيكون اقوى، وتبص لي بعين غير اللي شفتني بيها. لكن يا خسارة يا حسن، الماضي مش عايز يتنسي، والصورة مش عايزة تتغير. انا مش بلومك، دي غلطتي من الاول، ظلمت روحي وضاعت كرامتي. الايام علمتني، لكن الحب اللي انت زرعته في قلبي علمني اكتر ورجعني لنفسي. حسن، مش هتشوفني في الطريق اللي عرفتني منه ابدا ابدا. خلاص يا حسن، انا دفنت الماضي ورجعت لكرامتي. انساني انساني يا حسن.